أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, bu videomuzda salavat-ı mecculeden bahsedeceğiz ve seslendireceğiz. Kimin Allah'a arz edeceği bir ihtiyacı olursa veya çözemediği bir sıkıntısı olursa veya başına bir musibet gelirse gecenin bir vakti kalksın, abdest alıp iki rekat namaz kılsın. Namaz bittikten sonra yüzünü kıbleden çevirmeden bu salavatı 1000 defa okuyarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirsin. Allah onun sıkıntısını giderecektir. Bunun daha başka faziletleri de vardır. Kaynak Nebhani Saadetü Dareyn. Şimdi bu güzel salavatı seslendirelim. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullu biha ukdeti وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي
وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي،
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي،
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي، وعلى آله وصحبه وسلم.